حياكم الله من جديد مشاهدينا من مدينة دبي، دبي الجاذبة للمواهب اللي تستضيف هذا الأسبوع في حي دبي تصميم المعرض السنوي الثاني لخريجي معهد دبي للتصميم والابتكار مهران. ديالا، المعرض يضم العديد من المشاريع البحثية وأيضا النماذج المبتكرة، بدءا من تصميم المنتجات إلى الوسائط المتعددة، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28. كالعادة مراسلنا هذا الصباح محمود حمدان يطلعنا مع ضيفه على أهم التفاصيل من قلب الحدث. إليك محمود. صباح الخير. صباح الخير ديالا ومهران، من هذا المكان الجميل الملهم حي دبي للتصميم نلتقي فيكم. هذا المكان دائما ما يفتح أمامنا أفاق من الابتكار والإبداع، وخصوصا ونحن في هذا المعرض، المعرض المبتكر صراحة، الذي يتميز هذا العام بأنه يحمل سمات خاصة. نتعرف أكثر على هذا السمات، على هذه السمات، مع مدير أو مع رئيس معهد دبي للتصميم السيد محمد عبد الله. أهلا وسهلا بك، يعني جيناكم في وسط العمل ونقاشاتكم على هذه الأعمال المميزة هذا العام. لو تعطينا سيد محمد نبذة عن ما يميز أعمال هذا العام من معرض خريجي معهد دبي للتصميم والابتكار. أولا شكرا على الاستضافة، وأهلا فيكم في معرض خريجين معهد دبي للتصميم والابتكار لهذه السنة. احنا في ككل سنة طلابنا يركزون على أمور معينة نعتقد أنها من الأهمية بمكان. اليوم الكل يتكلم مثلا عن الاستدامة، والاستدامة تشمل كافة القطاعات، فنرى الطلاب ركزوا في أكثر من تقريبا من 10 مشاريع هذه السنة على أفكار تتعلق بكيفية الحفاظ على البيئة، استغلال المواد الموجودة في البيئة، المحافظة على الاستدامة. هذه يمكن من الأشياء الأساسية اللي تميز معرض هذا العام. أيضا موضوع الربط بين التصميم والتكنولوجيا. اليوم مع التطور الرقمي اللي صاير، صار في تركيز على أنه يستفاد من هذا التطور والتكنولوجيا الرقمية في جوانب التصميم اللي يصممونها طلابنا. أيضا عملية الحرص على أن التصميم دائما هو عبارة عن إيجاد حلول لمشاكل موجودة في المجتمع، سواء كان الأفراد أو المجتمع أو البيئة، فالمشاريع أيضا تناولت هذا الجانب. هذا يمكن يكون من أهم الجوانب اللي ركزت عليها المشاريع في هذا العام. نعم أستاذ محمد، دبي دائما هي تستقطب المواهب العالمية، المواهب في مجال التصميم، ماذا يجدون لديكم ما يميز معهد دبي للتصميم والابتكار؟ يمكن نحن هذه الدفعة الثانية اللي تتخرج اليوم، أو المعرض معرض الدفعة الثانية من الخريجين. إحنا خلال الخمس أو ست سنوات الماضية منذ بداية يعني العمل في معهد دبي للتصميم والابتكار، نطرح التصميم على أساس أنه ليس جانب جمالي أو ترف. التصميم كما يطرحه بكالوريوس التصميم في معهد دبي للتصميم والابتكار هو عبارة عن آلية لإيجاد حلول للبشر وللمجتمع وللبيئة المحيطة فيهم. من هذا المنطلق يعني تخصصاتنا تركز على هذا الجانب. وجودنا في مكان مثل حي دبي للتصميم اللي هو مجتمع من المصممين في القطاعات المختلفة، هذا يخلق تفاعل بين طلابنا وبين العاملين في مجال التصميم. من ضمن البرنامج اللي يطرحه بكالوريوس التصميم في معهد دبي للتصميم والابتكار، واللي تم تصميمه بالتعاون مع اثنتين من أهم المؤسسات الأكاديمية في المجال التعليمي وفي مجال التصميم بالتحديد، اللي هم معهد ماساتشوستس التقني MIT وكلية بارسنز للتصميم في نيويورك. هذا المنهاج يركز على أن الطالب يتخرج والإلمام المعرفي والأكاديمي متشعب إلى أكثر من مجال، بحيث أنه يشمل تخصصين من التخصصات اللي يدرسهم الطالب. وفي أثناء الدراسة أيضا نركز على جوانب المعنية بالجانب التجاري والجانب العملي. فبرنامج التخصص الاستراتيجية في التصميم تخصص مهم من خلال أهل الطالب لسوق العمل مستقبلا. نعم، ويعني كان أمس حفل تخرج وحصدتم ثمار هذا الإنجاز خلال السنوات الماضية. أنا سوف أستأذن منك لنرى ثمار المعهد من خلال الطالبات المبدعات التي تخرجنا بالأمس من المعرض، نتعرف عليكم. والمبدعات هنا عندهم مشروع مبتكر مبدع، نتعرف على هذا المشروع معك بداية. عرفين على نفسك وعلى مشروعكم. أنا اسمي أسماء المري وزميلتي مدية الفلاسي. المعرض عبارة عن مشاريع التخرج، ونحن قررنا أن نبقى
مشروعنا يكون مستوحى من عاداتنا وتقاليدنا. وكإماراتيين نحن نحب الذهب ودهن العود والطيب، وقررنا ندمج بين الاثنين ونصنع هذه القطعة. هذه القطعة عبارة عن قطعة إذن ذهب على الإذن، تحمل دهن عود من الخلف يدخل العود، وهذه 3 كور يوم تحركهم تحس بدهن العود تشمه. وإحنا قررنا يكون على الإذن بسبب التحية الإماراتية اللي هي البوسة على الخد. نعم. وكل كرة ترمز إلى شخصيات وسمات المرأة الإماراتية فوق عمر 65. يعني التحية دائما في الإمارات فيها اقتراب بالوجوه من بعض، فعندما نقترب من شم الريحة. صح. يا سلام، ابتكار وإبداع. طيب مدية، لو تكلمينا أكثر عن، أنا شايف مكتوب الصبر العطاء والامتنان باختصار. نحن بحثنا عن أكثر 3 كلمات توصف أمهاتنا، وهم طلعوا الصبر والعطاء والامتنان. والأم مهما كانت تعطي وتصبر، وكان هذه السمات دائما نشوفهم في أمهاتنا. نحن شبهنا الأم بشيرة الدهن العود، مهما عشان نطلع الدهن عود نحن نخدش الشيرة فتطلع تحمي نفسها بأنها تطلع الدهن عود. مثل الأمهات مهما كان تسامح وتعطي وتصبر، وهذا الأمهاتنا طبعا، وهذه من عاداتنا وتقاليدنا، فعلى شان هذا الوضع نحن صممنا هذا. يعني ليس فقط تصميم بالذهب وبالعطور، ولكن أيضا تصميم نابع من البيئة الإماراتية ومن العادات والتقاليد الإماراتية والقيم الأصيلة. شكرا لكم على هذا الإبداع وهذا الابتكار. نبارك لكم التخرج في حفل التخرج بالأمس، كنتم نجوم. ومن هنا من هذا المكان كما ترون مجموعة كبيرة من المشاريع في معرض خريجي معهد دبي للتصميم والابتكار، نراها هنا. يتبقى يوم واحد لمن يعشق التصميم والابتكار وهذه النماذج الجميلة المبتكرة. لديكم فرصة للوصول إلى هذا المكان في حي دبي للتصميم. أعود إليكم مجددا، ديالا ومهران.